شبيبة القبائل بتشكيلة فيها بعض التغييرات مقارنة بلقاء الذهاب، كيف تقرأ هذه التشكيلة؟ التمريرات القوية ممتازة، ممتازة، هذه الكرة كادت ولكن كرة دائرية كانت مدروسة جيدا، ممكن يعني في آخر لحظة كان انقذها الحارس. مخالفة من مفتاح ممتازة، ولكن الدفاع والتصويب يلعب الجهة اليسرى وانطلاقة وامامه المدافعين. حضير من الكرة ممتازة، يدخل منطقة العمليات. حضيري خطيرة 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 هذه الكرة عن طريق حمزة المسعدي، طبعا تجربة عالية هذه الكرة، تدخل قوي جدا من تراوري على الحارس حجاوي وفي خطأ. طبعا هذه المرة الركنية من مهدي مرياح عالية، والتوقع كان في محله من بالكلام ثم ماروسي. كرة قصيرة، ماروسي ممتازة، ولكن الحارس عادل النفزي كان ممكن انه يتقدم ويضرب الكرة بالقدم اليمنى باليسرى حتى اذا كان فن. هي المراوغة التصويبة باليسرى، وما يحسنش لان اعترفها باليسرى. هاي رفضية ممتازة، نفسي اقول لكم الثانية كانت بالتجار والمحاولة على الجهة اليمنى عن طريق دائما وسام بن يحيى، والعارضة العارضة تنقذ الشرقي جحا ربما فعلا ليحيى شريف. هاي الكرة ربما لملف نوح، ممتازة ممتازة والهدف، صالح شبيبة القبائل امام النادي الافريقي. فرحة كبيرة طبعا من طرف اللاعبين وايضا الجمهور. انا اعتبر هذا هدف جماعي لان الكرة من وسط الميدان مرت على عدة لاعبين وكان تنسيق بين اللاعبين عدة لاعبين هذه، وكان منفذ اللي سجل الهدف شارك في هذه الهجمة، يعني ما عليه ان يسجل. شوف اللقطة، يعني كانت لمسة توغل ما بين اللاعبين وتسديدها مباشرة للمرمى، ولكن انطلاق اللقطة كان حوالي 7 لاعبين شاركوا في هذا اللقطة، ويعتبر هدف جماعي. وأيضا تمركز وتنقل اللاعبين كان هروبا من المراقبة كان جيد جدا. ممكن الان راح ننتظر خروج نوعا ما، خروج النادي الافريقي من المنطقة تاعه ممكن يتسجل هدف، لان الان لو يسجل يعدل النتيجة ممكن هذه النتيجة راح تخدم النادي الافريقي اكثر. البطاقة الصفراء الثانية حقها يحيى شريف، البطاقة الثانية اذا يخرج بطاقة حمراء ويخرج مباشرة الى وتصبح الشبيبة تلعب بطاقة ب10 لاعبين. ما تفاعل واحتج على اللقطة اللي قام بها اللاعب يتسبب في طرده، يعني الفرحة افسدها خاصة هنا في مقعد البدلاء، يعني النساء نفسه تقريبا يعني. ولكن يلا مباراة كرة القدم حتى وان كنت في 10-9 اثبت النادي الافريقي في لقاء الذهاب انه ممكن انك ترجع للقائد. مفتاح في العمق ممتازة ممتازة، التصويبة من تجار، ضيع ضيع من تجار. الكرة اكثر وقت ممكن، اكبر وقت ممكن حدا من الكرة لامير العكروت، هاي القوة نتاعو انه يرفي من بعيد ويراوغ بالقدم اليسرى، ولكن في يومه اليوم كوليبالي يغطي مليح المنطقة ويلعب جوج. فيه لاعب اخر تلقى ضربة يظهر لي، والحكم ايضا الحكم المساعد شاهد اللقطة، شاهد اللقطة ويرفع ويرفع، يكون فيها ربما شيء. ننتظر ماذا سيحدث بعد قليل. ما عندما الحاكم تماس يرفض الراية في حاجة، ماذا يكون فعلا؟ فيه كلام على الحكم، راح يتوجه طبعا لمساعده التريكي عبد الفتاح او العريبي محمد، ولكن كما قلت كوليبالي في بطاقة الان، في بطاقة
رقم 13 هو وسام يحيى بعد التدخل امام الحكم. قائد الفريق يريد طبعا التاثير على القرار الاخير. راح ننتظر طبعا يكون في حديث هنا بين عادل الرغاي والعليبي محمد. الطاقم الفني التونسي يريد ان يضغط على الحكم فعلا الكل يريد التاثير. البطاقة الحمراء فعلا البطاقة الحمراء لطراوري فهم ماذا فعل ويتجه مباشرة الى خطيرة الكرة امام الشرقي عالية حذاري كان في تردد كاد يشير لربيع مفتاح ربما راح تصويبة ارضية وهدف ثاني ضيعها الهدف الثاني ربما قذفة من مفتاح يقذف والحارس يرتابع الكرة هذه يطلقها ماروسي ما تبعش اللقطة لو تبع اللقطة شبيبة القبائل كما نشاهد هاي الألعاب النارية في المدرجات طبعا هدف مقابل صفر 14 دقيقة قبل نهاية المباراة ولكن في اللحظة سلوكات غير رياضية تقريبا في اللحظة هذه شفنا فريق شبيبة القبائل استرجع للوراء الحركة فوق استرجع للوراء الصورة تبين في حركة للأنصار وهنا فني للمباراة دائما مع كاروف تسير المباراة راهو يمشي كيما راكم حابين لكل حال تسير المباراة نسير كيما نحبوا احنا من اجل تدوير كل شيء خاصة وانه كان على علم مسبق بان جمهور التونسي هو الذي ادخل الالعاب النارية في ايضا المسيرين التونسيين واللاعبين يضغطون على حكم المباراة من اجل الاستئناف لكنه يشترط ذهاب الضباب الالعاب النارية يعني تأثر كثير شعبان على سير المباراة طبعا تأثر على الحارس تأثر على اللاعبين التونسيين اكثر من الشبيبة لا راح تعطل على الشبيبة لو ما يعرفوش كيفاش يسيروا لها هذه اللحظة كان فيه ما يلزمش يكون انقطاع باش يستغلوه يعني لازم تكون حركات لازم تكون حركات للتسخين فعلا باش ما يخرجوش من المقابلة هنا الحديث الذي نشاهده بين بوحو وايضا احد المسيرين للنادي الافريقي كما وعد بين قوسين الانصار التونسيين قبل البدايه انهم اشتروا تقريبا 60 كما ذكرنا لنا كلام مع الرئيس سيد حناشي انه شفنا فيه 60 المحافظ يطلب ان سمحت فقط من الالعاب الناريه تفضل كريم قلت ان المحافظ يطلب من مسير النادي الافريقي التدخل لتهدئه انصار النادي الافريقي والا اللجوء الى الحل اخر وهو توقف المباراه فعلا ننتظر حتى ولون الضباب من هنا بدأ يتلاشى وكل شيء ممكن يواصل بوحو محمد المغربي والمحافظ يواصل انه يطلب من المسيرين حتى توقف هذه الاعمال ولكن تتواصل شعبان طبعا هنا لازم يتدخل الطاقم الفني لشبيبة القبائل ويتكلم على اللاعبين تاعو باش ما يحكسوش بالتسخينات ما تكونش ما تأثرش عليهم هذه اللحظات شعبان في حديث مع اللاعبين من جانب كاروف وحتى من جانب جيو مع اللاعبين عدم التوقف وبالتالي الاستمرار في بعض التمرينات حتى يبقى اللاعبين في نفس المستوى البدني فعلا اذا الان تقريبا 4 دقائق منذ توقف اللعب لم يستمر بعد يبقى الحديث يتواصل بين المحافظ الذهاب او حذاري من الكره والدفاع المسمى اليسرى عبد الام صلاح في سيره مع كره تصويبه ضربت على الارض كان كره في العمق سهله لحجاوي لا الوقت هذاك اللي لعبوه 25 ولا 30 دقيقه ب 10 30 اثر عليهم وشوفوا مفتاح اللي راه يلعب في وسط الميدان وشوفوا ممتازه لدويشر وانطلاقه هناك ازوكا ما توصلوش في حموده رجع اللاعب يبقى يتمتع بكل امكانياته البدنيه لانه دخل منذ ربع ساعه فقط او اكثر حموده العمري فرصه هدف ثاني ونهايه الشوط الثاني بهدف مقابل صفر والمباراه لصالح شبيبه القبائل بسرعه شباب
شبيبه القبائل المشكوره وفازت بهذه المقابله وتاهلت للدور القادم بحول الله. اذا هدف مقابل صفر اذا كان ممكن مع كريم او مسعود بسرعه اذا كان فيه تدخل، والا